ماشي. ده بكام ده؟ نوع ايه؟ ازاز. ده مش ازاز. ماشي. ده مش ازاز يا جماعه. مبدئيا يعني ده خليجي. سهلية وشخرم والحاجات دي اللي موجودة. بصوا بكام السابية دي؟ 80 صغيرة. دلوقتي بقى من امام اسماك بشرة خير هنشوف مع بعض بقى موجود الانواع ايه عندهم. السلام عليكم. يا ريت تعرفنا بقى الانواع اللي موجودة. دي الصوبيا بتاع الطباق وصل طواجن. دي صغيرة حلوة دي. دي بتاع الطواجن؟ طواجن بس. يعني قال لي ما تنفعش؟ تنفع طواجن. بس زي كده. بكام؟ دي طواجن 70. 70 جنيه؟ والجمبري ده نوع ايه؟ ده جمبري بلدي. بلدي؟ بلد احمر. ايه؟ بلد ابيض. عتيل. ابيض؟ جمبري عتيل. تمام. المجمد. بكام ده؟ ده ب 140 جنيه. 140؟ دي كابوريا بكرة. كابوريا ايه؟ بكرة. بكرة؟ سعرها كام؟ 40 جنيه. 40. وده سمك الشبار المزارع بكام الكيلو ده؟ 30 جنيه. وده القاروص؟ ده قاروص مزارع؟ مزارع بكام؟ 70. كام الكابوريا؟ الكابوريا نخلة 50 جنيه. 50 جنيه؟ وسط. وسط؟ وده مزارع برضه زي ما احنا شايفين. طبعا لسه بقى عشان البحر قافل فلسه 1/9 ان شاء الله الانواع بقى تكتر والحاجات البلدي تظهر اكتر. وده سجان. ده بلد. بكام؟ 70. 70 جنيه. احسن حاجه ليه ايه السجان ده؟ قلب. ببطنه؟ ببطنه ايه مفروض؟ ده بطنه بطرخ. ده شخرم بلد بتاع كده. ده شخرم. ده سجان برضه. وده سيبليه بس صغيره جدا دي. صغيره. دي بتبقى حلوه دي في الاكل؟ صغيرة في جميلة برضه. بتقلي بتبقى أحلى في الشوي. شوي وقلب. بكام الصغيرة دي؟ بس لسه مش مبطرخة دلوقتي صح؟ لسه الموسم بتاعها. وده طبعا البوري. البوري بكام؟ 60. 60 جنيه. ودي كده الأنواع اللي موجودة النهاردة عند بشرة خير في بداية سوق الأنصار أو في مدخل السوق. إن شاء الله. إحنا بنشكرك جدا. شكرين. وحضرتك طيب. وبشكركم جدا لمتابعتكم للفيديو وأتمنى لو عجبكم الفيديو يا ريت تدعموني باللايك والشير وسبسكرايب ليشوفوا القناة أول مرة. وأشوفكم في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده وتعمل اشتراك للقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديدنا.